هات احلى تحيه حيره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه، اهلي وحبايبي وناسي، اهل بطن البقره، الرجاله قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيله واحده مفيش بينهم سر ابدا، اي حاجه بتحصل في اي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا اهل وعشره فانا مش هخبي عنكم حاجه، ما كده كده هتتعرف. انا عايز اسال الست نوال مرات جزار الحته المعلم سلومه، ايه اللي بينك وبين خطيبي؟ ايه اللي بينها وبينه يخليها تستعفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الاكل؟ ايه اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال؟ انا نوال، يمد ايده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني؟ وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومة، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم، فالح يتشطر عليا انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي ومعندوش اصل. وعلى رأي المثل يا بيت، العايط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. وانت اساسا متطلقه منه بالثلاثه، مش رامي عليكي يمين الطلاق بالثلاثه؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي انت لا مخلفه منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو له عندك، خالصين. يا دكتور يا دكتور يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا على انالها محلول، اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى، علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده، القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمه لي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي ولوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انت ما انتش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومه انت وكوريا. خلصي يا انتصار، المدير يعدي دلوقتي، عايزين نخلص قبل ما يجي. يلا. سلام عليك يا حاجه. عليكم السلام يا ابني. مالك يما، تعبانه ولا حاجه؟ لا الحمد لله نحمده. طب اقول لك ايه، ما شفتيش قبل هاجر؟ هشوفها فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. يعني ما تعرفيش عندها نبطشيه النهارده ولا ما عندهاش؟ انا ست غلبان بكنس وامسح، ايش فهمنا انا؟ ياما كلنا غلابه، متشكرين، كتر خيرك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انت ايه انت؟ ازاي تدخل اوضه الممرضات بالمنظر ده؟ انت ما تعرفش انها اوضه حريمي؟ خلاص خلاص ياما، ولا حريم ولا رجالي. سلام عليكم، حد خلع راسه هنا؟ يجازي شطارك، انت عاوز ايه؟ انا بدور على ابو الهجر. وعاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابن خالتها، ابن عمها، المهم هي فين عشان تدي الحقنه لامي، امي ما ينفعش حد يديها الحقنه الا ابو الهجر. ربنا يشفي يا اخويا، ابو الهجر ما جاتش النهارده وتليفونها مغلق، وانا عملت لها غياب بدون اذن. ويا حضرتك متعوده يعني تغيب كل يوم كده؟ لا دي اول مره، بس انا هخصمه لها. دي لسه اسمها مكتوب بالقلم الرصاص، لسه ما اتثبتش، وبقول لامك تكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس. خلاص يا ابله خلاص. لا ده الواد سوكا ابني، ولا سوكا تعالى اهو. انت ايه اللي جايبك هنا ولا؟ كنت بمر على المرضى انا اشوفهم عايزين حاجه ولا بتاع. تمر على المرضى يا كذاب. اتفضل يا خالي. يهدى اهدى في اكل. يا نهار اسوخ يا دي المرار الطافح،
ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امي لا اله الا الله تاني؟ يا بنتي مش كده، عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، امال لو شفتيهم كنت عملت ايه؟ هو خلاص كلمتين تفين كده تقولي خلاص اتفضل مفارقين؟ خلصت يا خال. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور. هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا كده، هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه، كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه، الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هايدي هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عاجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي، هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي. انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير، ما تلخ. بقول لك ايه، اقعدي. مين منير ده؟ قوم يا قريه، غير هدومك وانزل واكل عيشك، احنا مش فاضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك. اسمع، تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا، خد الدبلة دي وتروح لسعد قول له أمك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبلة دي اخطب بنت حلوة قول له عايزاها تكون حلوة وبيضة زي البت دي. شوف بيضة شعرها طويل. إن شاء الله هو هيتجوز من البنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French lady living in Brazil. Ah. Wow. It's a very nice piece. We are at your service, sir. Thank you. How much? 1 million euro. Okay. No problem. Sorry, it's the policy of the shop. We can't take a check in the end of the deal. But you accepted a check for me before. Yes, but the policy of the shop that we can't accept a check in the end of the deal. Okay. You collect your check. And I will leave the diamond to make it a ring. Okay? Okay, no problem. And again, please accept my apology. But this is the policy of the shop, even for our special customers. No problem. But I need a ring before her birthday, please. Sure. We are at your service and we must make you and your girlfriend happy. Okay. Goodbye. يعني ايه ما عندهاش موبايل؟ في حد في مصر ما عندوش موبايل؟ بتقول بعته؟ وانا ما فيش حاجه تعملها ابدا اقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم احنا مش لوحدينا، وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت؟